معداز فيه نقطة واحدة هي الرئيس سي أنيس محفوظ، حتى هو كنشكروه حط استقل بالأداء ديالو، والرئيس داز ب ب ب ب ب على إجماع داز الرئيس التصويت داز بإجماع، والمنخرطين الجداد صوتوا عليهم باش يكون تما الصلاحيه ديالهم تكون، وكل شيء نتمناو خير ان شاء الله. تقرير مالي؟ لا، هذه ما فيهاش تقرير مالي بالادبي، هذه فيها النقطه اللي فيها هو المكتب القديم حط استقاله ديالو، وهذا الراي الجديد غيجي وغيدير اللائحه ديالو. هذا الشيء وانا لا سولتي تنكوراجيوي، غنتمنى الربح ولكن ما نقدرش نحسب لان التيران ماشي هو داز، ونتمناو خير ان شاء الله. هذا السيد احتضن الجمهور، ما علينا الا نلبيو الرغبات ديال هذا الطلب ديال الجمهور، لبيناه. وهذا السيد غنعاون فيه الخير وغنعاونوه، ما كاين حتى موقف دابا، دابا ما كاين لا معارضه، نعارض ماذا ونتكلم عن ماذا؟ دابا سيدي الله بدا، خصنا نعاونوه ونمدوا له يد المساعده ونوضحوا له الامور وندعوا ليه باليسر، الله يسر الله يسر الله يسر، والرجاء فوق الجميع، وغنكونوا مزيانين ان شاء الله. اقسم بالله والسن ديالي ماشي من عاد تنحلف، الى عندي احساس بان هذا السيد قدامه غيكونوا مزيانين وغادي يربحوا الديربي. شوف دابا فتحنا صفحة جديدة، هذه الصفحة الجديدة اللي فتحناها هي مع السي عزيز الدراوي، والجميع جميع واعي بالمسؤولية أنه خصو يدير مصلحة رجاء فوق كل اعتبار. إذا تتبين لي أنا وعلى حساب ما دوزت هذه ثلاثة السوايع هنايا، وعلى حساب جميع المكالمات ولي جروب واتساب اللي داخل فيهم، فالجميع ملتف حول لا كونديداتور ديال عزيز الدراوي اللي ولا رئيس رجاء، وما تنظنش أن هاد اليونانيميتي اللي كاينه وهاد كومون ديريج اون فرونسي وهاد لي فور اللي دار في جميع النواحي، تنظن ان فريق الرجاء الرياضي لقى السيد المناسب في المكان المناسب. اليوم كنا مع السي عزيز بدراوي وكنتمناو ليه النجاح، وان شاء الله ديما رجاء اون فيكتوار اليوم. المرحله القادمه يعني انتظارات، اول حاجه غتكون هي تشكيل المكتب ديال السي عزيز بدراوي، المنخرطين خلاو لي الاختيار في اختيار المكتب اللي بغاه هويا دون وضع اي اسماء اي شروط اي حاجه. كنظن غادي يعلنوا على تاريخ الجمع العام اللي هو ديجا تحدد، من الرئيس هو اللي غيعطيكم التاريخ، وتما غادي يكون وضع اللائحه ديال السي عزيز بدراوي. لائحه جديده كنظن فيها اسماء كثيره جديده اللي ما كيعرفهاش الجمهور، يعني رجاويه. وكما قلت لك لا فيكتوار اليوم، تكونسونطرا على لا فيكتوار اليوم. شكرا. كيف كتشوف المقابله ديال صعيبه بزاف 50-50، يا حنا يا هما، ولكن ان شاء الله غنربح. ان شاء الله تتمنوا الخير، هذا السيد راه جاب باش يخدم، داخل لو خدم راه غادي يخدم ان شاء الله، وغادي يمشي به ان شاء الله. والمشروع غادي مشروع راه غادي به مزيان، كل شيء بغى هو بغى يدير هذا الشيء داخليا، ماشي تتسنى شي واحد يعطيه ولا شي حاجه. هذا الشيء اللي تتسنى. تتجاوز العجز المالي اللي عندك؟ وغادي يتجاوز ان شاء الله كل شيء، هو يتكلم كل شيء ان شاء الله. لا كل شيء داز مزيان، لا بالاجماع كل شيء باقي. التقارير المالي والمالي باقي، هذاك الشيء المهم كل شيء هو تحمل مسؤوليته، كل شيء داك الشيء تحمل مسؤوليته هو. قال لك انا جاي للرجاء باش نخدم. تم الاجماع عليه من جميع المنخرطين، وكيتسنى غير الدعم ديالنا والدعم ديال الجماهير، وكيف ما قلت ديما رجاء. وشكرا الجماهير الرجاويه ان شاء الله، الله يسهل لينا في الاوضاع.